كبير. ايوه 137 كيلو و600 متر، ده مخرج على المحيط الهند، ده اصل المحيط الاطلنطي. ده الدكتور عبد العال اللي كان عامل الخرائط. حاجه يعني. ده المخرج المخرج من هنا من هنا مشي، او الخط الغامق ده هو ده الكمبيوتر رسم السهم ده عشان يقيس المسافه. حاجه ضخمه قوي. اتفضل يا دكتور. فانا خدت يعني، هو الحقيقه طلب مني ان انا اخد اصمم النهر على اساس ياخد قد نهر النيل اللي هو 55.5 مليار متر مكعب. انا شافوا ان ده نهر واعد جدا، فتنيتني يعني بالهدوء، كانت ايه رايكم 70 75 لحد ما عملتها 110 مليار متر مكعب في السنه، وصممت التصميم كامل كامل، وسلمت اربع مسارات لجهات السياديه او لبرين بي، وهو اللي سلمها جهات السياديه، وانا منتظر يقولوا لي ابدا التنفيذ وخيمتي جاهزه وننزل فورا انفذ هذا النهر. طيب وفتره تنفيذه اذا اراد الله هتاخد 30 شهر. دي مده قصيره قوي. 30 شهر؟ دي مده قصيره قوي. ايوه يعني سنتين ونص. انا شاطر في الحساب شويه، هو المره دي كل مره بخاف في الحساب. مهندس ابراهيم، هو قال 30 شهر الاستاذنا الدكتور احمد عبد الخالق. انا ببقى خايف، الطبيعه يعني الحقيقه يعني رغم صعوبتها لكن في النهايه هتبقى متعاونه. الوضع الاقليمي ووضع الكونغو والوضع المؤامرات الدوليه دي هتسمح لنا بالتنفيذ؟ وهل بدانا فعلا والدنيا ماشيه ازاي او ممكنه؟ احنا بقى احنا متواجدين في المنطقه دي من حوالي 3 سنين، وبدانا الدراسات كان سواء جيولوجيا مع دكتور عبد العال حسن عطيه والدكتور احمد خالد الشناوي، وما بنرجعش ورا، بنكمل الشغل على طول، ما فيش حاجه اسمها بنقف. بس انا عايز اضيف حاجه، اللي بيحاول يوقف ده السؤال اللي كنا احنا قاعدين في اجتماعات مع السيد وزير الري، فقال لي انا مش ممكن حد يعترض ان يجيب ميه لمصر، الكميه اللي زادت. قال طب حطوا بقى، كان دكتور عبد العال دكتور احمد الشناوي موجود معانا، وقال طب ارجوكم حطوا بسرعه تصميمات تعديل وتعميق مجرى نهر النيل القديم عشان يستوعب الميه. هو الرافد ده كان اساسا قديما كان بيوصل مصر؟ ما لا، ده هو انت بتعمل وصله، وصله والوصله بتخش على مجرى نهر النيل. اما طلبت زياده اكتر، بدل ما تبقى 65 مليار متر مكعب، قال لك طب ما تزود لو في امكانيه، ما هو الامكانيه موجوده لان ده داخل على مدار السنه. فدكتور الشناوي حط تصميم اخر للمسار علشان يبقى بتدخل ال 110 مليار متر مكعب لكن على مدار السنه، مش في فتره زمنيه صغيره. هنا بنوصل لحاجه، النهر الكونغو بيضخ في المحيط الاطلسي 42 مليار متر مكعب في الثانيه الواحده تقريبا. في الثانية الواحدة 42 ألف متر مكعب في الثانية الواحدة تقريبا. نهر الكونغو هو نهر محلي حسب صورة الأعمار الصناعية دي. دي مهمة النقطة دي، مهمة قوي، لأن في ناس كتير قوي بتقول لك لا ده نهر دولي، لا ده محاط ده بيمر بتسع دول. الكونغو هي اللي محاطة بتسع دول مش النهر ذات نفسه. إنما في بعض الناس اللي هي بقى الغير وطنيين أو اللي هي بتحاول إن هي تخلق فزاعة لأي أسباب إن كانت، يقول لك لا ده احنا عندنا مشكله في كذا وفي مشكله. طيب يا سيدي نحل المشاكل. اذا لما بدانا كمجموعه عمل تشتغل مع الجهات المعنيه، قلنا احنا عارفين المشاكل وبنحلها، حلينا كل المشاكل وتم التصميمات وسلمنا للجهات المعنيه والوزاره الري والناس اللي حقيقه بيدرسوا معانا. طيب احنا حوالي يمكن 400 تصميم وخريطه. طيب انا عايز اسال مجموعه اسئله لان الوقت خلص الحقيقه، تلغرافيه لحين الاستكمال في الحلقه القادمه. هو المسار النهر هيبقى كم كيلو تقريبا من الكونغو لنهر النيل؟ 4290 كيلو. لا 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 لا، المسار كله ده طوله من الكونغو لغايه حدود مصر خط 22. لكن 4000. هو بيسال على الوصله. لا الوصله دي 600 كيلو اللي هي هتطلع تخش بعد كده على الكونغو لغايه لحد بدايه نهر النيل، لغايه بدايه نهر النيل 600 كيلو. ايوه ده هيمر بدول غير مصر؟ لا لا، التكلفه التقديريه اتحسبت؟ لا مفيش، ما بنتكلمش في اي نواحي ماليه، لكن التكلفه محسوبه اللي بيقوم بدراسه الجدوى بنك حكومي بتتسلم للجهه المعنيه. مصر ما بتتكلفش اي شيء خالص لان فلوسه موجوده. بالعكس، ده في مشروعات استثماريه وتنميه بتدخل عائد لمصر. ممكنه فكره ممكنه واحنا ماضيين فيها، بس عايز اختم الحلقه. احنا شغالين فيها، انتهينا شغالين فيها، احنا خلصنا خلاص. وان شاء الله حتى جنوب السودان اعلن موافقته اهو.
طيب هنكمل في حلقة قادمة. الحوار مفتوح، قضية مهمة جدا 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 لكل إنسان بيعيش على سطح مصر، مش بس كمان كل إنسان بيعيش على سطح مصر. أنا اكتشفت من خلال ضيفي الكريمين إن القضية لها تأثير على الأمة العربية بأكملها، سواء من سد النهضة الإثيوبي أو سواء من التأثير على مصر اللي هي أم الدنيا، أم العالم العربي، هي المسؤولة عن استقرار المنطقة واستقرار العالم. أنا بشكر ضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي، خبير الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة سابقا، شكرا جزيلا. كما أشكر المهندس إبراهيم الفيومي، خبير تنمية دولية وأفريقية ورئيس فريق عمل تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، شكرا جزيلا. ومصر بخير طول ما أولادها بخير وحارصين عليها ويعملوا صالحها. إلى اللقاء في حلقة قادمة من البرنامج.